معنا سيد أحمد رئيس جمعية جامعة الرقيب. الرقيب سيدي بوشوشة. سيد أحمد، احكينا على جديد جمعية الرقيب سيدي بوشوشة. نعرفكم جمعية ناشطة وكل مدة عندكم نشاط جديد. شنو عندكم جديد في المدة هذه في جمعية الرقيب سيدي بوشوشة؟ جمعية الرقي حبت عيد الشجرة يكون متواصل، وفي التواصل هذايا عيد الشجرة باش نحتفلوا به احنا الجمعة الجاي ان شاء الله، وباش نعملوا مع عيد الشجرة حملة نظافة من سيدي بوشوشة، وتكون معناها ونزرعوا الجر. حبينا معناها ما يكونش عيد الشجرة هو يوم واحد، هو استراتيجيتنا احنا ان شاء الله تكون دائما في اسبوع واثنين وشهر، وليما لا عام كامل يكون عيد الشجرة والاعتناء بالشجرة. هذا ان شاء الله عندنا النشاط الجاي الاسبوع الجاي لحد الجاي ان شاء الله. واحنا تو كنا كلمنا الجمعيات واللي يجم يحضر مرحبا به الجمعه الجاي في سيدي بوشوشه. ديجا احنا عملنا تو اكسيون في سيدي بوشوشه معناها الشجرات معناها، اما ان شاء الله الجمعه الجاي يكون نشاط اكثر واهم، وتكون في مشاركه الجمعيات الكل في نطاق انشطه الجمعيه الرقي. احنا تو في حضرنا اجتماع نتاع جمعية الصيد البحري بكاب زبيب، هذه إن شاء الله اليوم فما اجتماع باش نحضروا فيه، وإحنا مشاركين فعليا في التظاهر اللي باش تقع نهار 22 نوفمبر، مشاركين بأنشطة معناها تخص الجمعية بيئية ورياضية وننظفوا معاهم البرد. وإحنا جمعية الرقي معناها أنشطة متواصلة، معناها اخيرا اقتنينا معناها طاوله معناها نتاع تنس الطاوله، وك الشباب فرحان بها، وكل يوم العشيه يخرجوا يعملوا ومعناها ينشطوا ويتدربوا. وفي نطاق هذا زاد ولينا بالاشتراك مع جمعيه رفراف تنس الطاوله، معناها ولاو عندنا اربع خمسه شباب هكا يمشيوا كل اسبوع يمشيوا ياخذوا تدريبات من المدربين نتاع جمعيه تنس الطاوله برفراف. ان شاء الله يعني تحضروا في ابطال من المثليين في لعبه تنس الطاوله ان شاء الله. هما تو الشباب متشجعين للشيء هذا، واذا كان معناها قينا الاقبال من الشباب ان شاء الله المدرب هو يجي واللي يجينا لنا احنا. هما عندهم مدربين وهما عندهم خبره في الميدان، يولي هما يبعثوا لنا معناها مدرب كل جمعه يعمل لهم كي حصه معناها باش يزيد يقرب لهم الرياضه وقربها لهم ويعرفوها مليح وقوانينها كي شويه. وهذه يعني تهم ولاد سيدي بوشوشه فقط ولا المثليين كلهم؟ اسمع، تو احنا حاليا كي خرجوها الطاوله اللي يجيهم فميكا يهبطوا يحبوا يلعبوا معنا، تو اللي يجي يتعدى مو هي تو بلاصتنا بحدا الزاويه منطقه معناها سياحيه كل شيء، اللي يحب يلعب هكا يلعب للجميع هي محلوله. ان شاء الله ما نجيو بحذاكم زاد احنا راديو المثليين ونجيو بحذاكم نلعب معاكم زاد مش تنس جدام. مرحبا بكم. مرحبا بك. ونشكر اذاعه الواب وإن شاء الله مزيد التعلق.